تتعلق على هدف لعيب، القناص، الهداف، عماد متعب. انت رحت لاتجاه وسكة جديدة وفي نفس الوقت فيها برضو جزء من العاطفة. ليه جزء من العاطفة؟ انت كمان هتأثر بشكل ايجابي حتى عنده، في اسرته، في بيته، بناته، حتى لما يكبروا. الجملة دي بعد 5 سنين لسه بتتسمع لغاية دلوقتي. عماد بيقول لي اكيد حصل ديالوج. عماد بيقول لي ان رنة التليفون بتاعت المدام باغنيه بالتعليم بالمقطع بتاعي ده؟ بالمقطع ده. الله، والله العظيم اياميها يعني كان بيحكي لي يعني، وبيقول لي انت عرفت ازاي؟ قلت له هي جت كده وما تقوليش. انا بقول لك انا عشت الهدف وعشت الفرحه زي معلق او زي جمهور الدرجه الثالثه. عشت الهدف مع الناس بفرحه الناس. انا لما سمعت تعليقي بعدها بساعتين ثلاثه على السوشيال ميديا، انا قلت الكلام ده امتى؟ انا قلت ازاي؟ ما مش كاتبه، ما مش كاتبه، والله العظيم اقسم بالله ما كاتبه. ازاي انا قلت يحيى الاهلي وازاي قلت الله اكبر؟ طب وايه اللي جاب تمارا وسيلين للمباراه والهدف؟ بس بقول لك الحمد لله انا بسيب نفسي في التعليق لان انا ببقى عايش جو المباراه. اللي بيشوفني في كتابة التعليق لا، ببقى مجهز كويس، مركز كويس، بلعب مع اللعيبه، بتحرك مع اللعيبه في كتابة التعليق. فالحمد لله، الحمد لله والشكر لله. فهي حاجه بتتقال من جوايا فالحمد لله بتوصل لقلوب الناس الحمد لله. المباراة وصلت في الدقيقة 96، يعني الهدف جاي في الدقيقة 96. وقلت في بداية حديثك عن المباراة ما كنتش تتخيل أو تتوقع المباراة تبقى صعبة كده، لأن حتى المباراة الأولى في كوت ديفوار انتهت 2-1، فكان هدف مقابل لا شيء أنت تبقى فايز يخلص المباراة. على مدار المباراة، هل أنت شايف أن المباراة دي كانت من أصعب المباريات اللي أنت علقت عليها؟ لأن السبب واحد، إن أثناء المباراة لأ كان ظروف غير جيدة بالنسبة للنادي الأهلي، كان في أهداف كتيرة جدا ضاعت من فريق سيوسبور، 4 5 أهداف مؤكدة، فكانت لأ المباراة توحي إن لأ المباراة صعبة، المباراة سيوسبور بيقدم مباراة جيدة جدا بالمقارنة بمباراته على أرضه في ماتش الذهاب، وحتى الأهلي ساعتها بكل أمانة ما كانش في الفورمه الجيده الى حد كبير. فكنت لحد ما عمال اقول ان شاء الله في هدف، حتى لو قبل الهدف بدقيقه ونص تقريبا انا قلت الاهلاويه اطمنوا الخير جاي باذن الله. في الدقيقه 93 تقريبا قلت ان شاء الله الخير جاي، قولوا يا رب يا رب، قولوا يا رب. والحمد لله الخير جه بعديها تقريبا بدقيقتين. انت تخطيت في المباراه دي مش دقيقه 90 او البلس 90 زي ما بنقول، لا احنا وصلنا كمان للبلس 96. ماتش صعب، ماتش صعب جدا، ولكن هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب حتى، وحتى مره قلتها في التعليق، النادي الاهلي بيلعب حتى اللحظه الاخيره، حتى الثانيه الاخيره من نهايه المباراه، وده احنا عارفينها. على فكره عايز اقول لك حاجه، والد الله يرحمه زملكاوي كبير جدا. والدك الله يرحمه، انا اسرتي 5 افراد. والد الله يرحمه زملكاوي، وامي، ومحمود اخويا، ومروه اختي. احنا كان والدي زملكاوي واحنا كنا الاربعه الاخرين اهلاويه. تمام. فكان والدي واحنا صغيرين لما الاهلي يكون متعثر ولا مش قادر يسجل هدف ولا حاجه، فكنا قاعدين متاثرين وزعلانين ومضايقين جدا جدا. كان والدي يقول لي انتوا هتجيبوا في هدف في الدقيقه 92 97 94 اطمن اطمن اطمن. عارف هو التاريخ. فانا يعني مولود ومتربي على ان النادي الاهلي صاحب المواقف الصعبه، في المواقف الصعبه بتظهر معدن الرجال، والحمد لله كان النادي الاهلي دايما في الاوقات الصعبه حتى لو مباراه عصيبه او مباراه صعبه كان بيقدر يخلصها في اوقات بتكون مصيريه بالنسبه له. طيب،